Господин президент, давайте теперь поговорим тогда о тех, кто постоянно... سيادة الرئيس, لنتحدث عن الذين دائما يخرقون ويتجاهلون القانون الدولي. أنتم تعلمون عمن أتحدث. أنتم رئيس منتخب للجمهورية العربية السورية. أنتم قدتم الحرب على الإرهاب. القانون إلى جانبكم. الشعب وراءكم، ومع ذلك نسمع بشكل متواصل من بعض القادة الغربيين تصريحات سيئة. على سبيل المثال، الأسد يجب أن يرحل. نحن نتذكر جيدا كيف تحدث عن ذلك باراك أوباما. مع الأسف الآن يكرر نفس الأمر دونالد ترامب. مؤخرا صدر كتاب في أمريكا الخوف ترامب في البيت الأبيض للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد، وهو يؤكد أنه في العام 2017 بعد القصف الصاروخي على سوريا طالب ترامب باغتيالكم واقتبس: دعونا نغتاله فلنقتلهم جميعا. كيف تعلقون على ذلك؟ لماذا يشيطنونكم؟ أولا، بالنسبة للتصريحات التي كانت تذكر دائما بضرورة رحيل الرئيس، هذا اعتادت الولايات المتحدة أن يكون لديها رؤساء لنقل بأنهم عملاء لها، يعني هي تضعهم وبالتالي تقول لهم ابقوا الآن، وعندما ينتهي دورهم تقول لهم اذهبوا. هم معتادون على هذا الشيء. أنا لست واحدا من هؤلاء، وبالتالي كل التصريحات التي صدرت لا تعنينا نهائيا ولا تزعجنا ولا نشعر بها. هذا كلام أمريكي للأمريكيين. ألا يثيركم استخفاف الغرب بعلاقته بكم التي يمكن أن تكون أحيانا وقحة؟ لا لا لا، لأنها يعني أقل من أن يهتم بها الشخص. وسأقول لماذا. لو انتقلنا لتصريحات ترامب الأخيرة والتي ذكرها الكتاب المذكور، هي ليست شيء مفاجئ ولا شيء جديد، لأن سياسة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم هي سياسة هيمنة، هي سياسة انقلابات، هي سياسة اغتيالات وسياسة حروب. فهذا شيء طبيعي، هو لم يذكر شيء جديد ترامب. بالعكس، علينا أن نتفق بأن لترامب ميزة هامة بأنه فضح النظام الأمريكي. هو بالنسبة لنا مفضوح، ولكن كان يخبئ نفسه ببعض الأقنعة الجميلة من حديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأشياء المشابهة. ترامب إنسان صريح، يقول هذا ما نقوم به. فحتى ولو لم يقول هذا الكلام، ترامب يجب أن نعرف بأنه جزء من سياستهم وتفكيرهم. الولايات المتحدة لا تقبل بشركاء في العالم، وبالتالي لا تقبل بدول مستقلة بما فيها الغرب. الغرب هو تابع للولايات المتحدة، هم ليسوا شركاء للولايات المتحدة، هم غير مستقلين. هم لا يقبلون شخص مستقل ولا يقبلون دولة مستقلة. هم لا يقبلون حتى روسيا وهي دولة عظمى أن تكون مستقلة. هم لا يقبلونكم في التاريخ، يعني أنت تعرفين بأنهم يرفضون دوركم في القضاء على النازية، وكأن روسيا ليس لها دور في القضاء على النازية. إذا لم يقبلوا روسيا في التاريخ، فهل سيقبلونها بالحاضر؟ إذا لم يقبلوا الدولة الكبرى روسيا كدولة مستقلة، فهل يمكن أن يقبلوا لسوريا الدولة الأصغر أو الدولة الصغيرة كدولة مستقلة؟ هذه مشكلة الأمريكيين، هم لا يقبلوا بأي شخص يعمل من أجل مصلحة بلده أو يحترم نفسه أو يكون مستقل بالقرار الوطني. نعم، هذه نقطة تشابه أخرى بين بلدينا.